على الموضوع وكيف ينظر الجزائري للسعادة وهل هو سعيد. نتابع التفاصيل في هذا التقرير لحمزة بن هويس. السعادة واحدة من الأهداف المنشودة التي يطمح كل شخص لتحقيقها، لكن كل يملك معايير خاصة به في رأيه. فماذا عن السعادة عند الجزائريين وما هي معاييرها؟ جولة قادتنا إلى شوارع بعض المدن الجزائرية وكانت الإجابة كما يقولوا كل عائلة جزائرية يعني ترغب بها تعيش سعيدة، وكل فرد جزائري يرغب بها يعيش سعيد. والحمد لله ما دامني بالعائله تاعي راني هنا كما يقولون نتنقل من مكان الى مكان يعني في الوطن تاعي، وراني نفرح بهم خاصه في العطله تاعهم دركا. رانا كما يقولوا يعني نحس بالسعاده، نحس يعني هذا واش نقدر نقول يعني انا سعيد ومزوج مستقر في حياتي في كلش. سما كما يقولوا هذا هو النهار تاع كما سعيد جدا. آراء ورغم اختلافها إلا أن التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بخصوص السعادة بين الشعوب في العالم أكدت احتلال الجزائر لمراتب مهمة مقارنة مع دول عربية وأوروبية، فاحتلت الجزائر المرتبة 84 عالمياً، فيما احتلت المرتبة 5 بعد كل من الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، الكويت وليبيا. ظروفك تعرف الشعب الجزائري كي عايش معيشة صعيبة والخدمة وكذا على بالك زي ما الزمن. سي بور سا موحال تكون سعيد 100% في الجزائر هذه. بلادنا صعيبة صاحبي، يعني موظف اللي يدي 4 ملايين و 3 ملايين ما يقدرش يعيش بها، يضرب بها 15 جور وتخلص له كفا راه توصل له السعادة. السعادة توصل له في 15 جور الأولى ومن بعد 15 جور الثانية تولي له بؤس، تولي له كآبة. تبقى السعادة بالنسبة لبعض الجزائريين مقترنة بحصوله على متطلبات مادية أكثر منها معنوية،